Phonetics definition of the word phonetics. No. Phonetics is the study of human speech sounds. No. احنا عندنا كلمة sounds. What is the difference between sounds and voice? هل في فرق بين كلمة sounds and voice? By the way, to learn English or to study English well, you should increase your vocabulary. To give another word or another synonym? No. To the word. Could I answer? Okay. Could I answer? Okay. The definition of phonetics. لو سمحت بعد انت بعد انتهاء حنفتح الفرش النقاش. اوكي اتس اوكي. حنفتح باب النقاش بعد ما عليهم كلهم. تفضل يا دكتوره كملي تفضل. طيب اوكي ذا ديفينيشن زي ما احنا قلنا اوكي ذا ديفينيشن اوف ذا وورد فونيتكس is a study of human speech sound. So what is the difference between sound and voice? Sound and voice. What is the difference between sound and voice? Sound is the sound which you can hear of any object, but voice is a sound of any human, whether human beings or not. No. So phonetics, the study of human speech sounds, الأصوات اللي خارجة من الكائنات الحية أو الكائنات البشرية. In phonetics, we refer to individual sounds as phones or sounds, not a letter. In phonetics, احنا بندرس الأصوات, مش بندرس الحروف. In phonetics, في حاجة اسمها transcription. فأول phonetics, transcription is done within phonetics brackets. الرموز بتاعت التطيات بتتحط between brackets. No. Next one, all of us know that in English we have 26 letters in English language, by the way. هما 26 حرف. 26 حرف is divided into 44 sounds. متقسمين ازاي؟ We have 5 vowel letters. ال 5 vowel letters, بتكلم في letters دلوقتي مش بتكلم في أصوات، احنا كلنا عارفين هما 26 حرف. 26 حرف في اللغة الإنجليزية متقسمين ل 5 vowel letters هم 5 حروف متحركة احنا في العربي بنقول عليهم حروف اللي هم A, E, I, O, U and we have 20 vowel sounds دول الخمسة دول عملوا 20 صوت الخمسة عملوا 20 صوت and we have 21 consonant letters احنا عارفين ان هم 26 صوت المحاضره باي ذا واي لاي حد مش للناس بس المتخصصه في الانجليش لانجويج يعني واي حد عاوز يتقن اللغه الانجليزيه وعايز يتكلم انجليزي صحيح فاحنا لو هنتكلم للمتخصصين فهنتكلم باكثر يعني اكاديميك هيبقى مور اكاديميك اكثر زي ما حضرتك بتقول فزي ما احنا قلنا ان الحروف عدد حروف اللغه الانجليزيه هم 26 حرف 26 letters. No. 26 letters is divided into 5 vowel letters and 21 consonant letters. No. الخمس حروف المتحركة تقسموا أو يدونا 20 vowel sounds 20 صوت. ال 20 صوت دول اتقسموا جوه ل 12 pure vowel sounds 12 صوت نقي. نسميهم monophone أو single sounds هو صوت مفرد صوت فرداني ما معهوش اي حاجه ثانيه صوت واقف لوحده no. and 8 diphthongs diphthongs what is the meaning of the word diphthongs diphthongs is the combination of two pure vowel sounds هو مزيج من صوتين انقياء او pure vowel sound اتجمعوا مع بعض فعملوا لي 8 من الاصوات دول no. القضيه كلها يا دكتور واللي بيخلي الناس ما بتعرفش تنطق انجليزي صح هم الخمس حروف المتحركين اللي هم عملوا 20 الصوت المتحرك دي اللي عاملين مشكله كبيره عندنا في اللغه الانجليزيه وبيخلينا ننطق مش هقول انجليزي غلط بس هننطق انجليزي مش صحيح نعم زي ما احنا شايفين بيقول لي في any pronunciation any word any word لما امسك اي كلمه any word is consisted from letters sounds and
syllables أي كلمة في اللغة الإنجليزية عشان برضو أعرف أتكلم صح. أو الفونيتكس زي وزي أي كورس في الإنجليش أو زي وزي أي مستوى بيبدأ بالإلمنتري والإنترميديت والأدفانسد لغاية ما نوصل فيه حاجات عالية طبعاً فوق. إحنا دلوقتي بنشرح وزي ما حضرتك قلت وأنا قلت إن هي محاضرة عامة لأي حد مش للمتخصصين. نعم صحيح. بنحاول نبسطها على قدر الإمكان لأن في محاضرات تانية بعد كده هناخد إيه هو الإنتونيشن، إيه هو الستريس، إيه هو الكونكتد سبيتش، وإزاي أربط الكلام ببعضه، وإزاي إيه الويك فورمز في الإنجليش، كل ده هيجي بس بعدين. نعم. فعشان نعرف الفونيتكس في الأول خالص بنقول إن any words in English هي أي كلمة is consisted of زي ما إحنا عارفين بتتكون من letters, sounds and syllables. إيه هو السلابل؟ سلابل مقطع أو الكلمة اتنطقت على كام مقطع، على كام مرة. هنسهلها بالعربي شوية. نعم. لو إحنا مثلا قلنا في العربي رشا نطقتها على كام مرة، نطقت على مرة واحدة. لو قلنا أحمد اتنطقت على مرة واحدة. طب لو قلت عبد الرحمن أكيد هي اتنطقت على كام مرة يا دكتور؟ خليك حضرتك معايا بقى. نعم أيوة نعم. عبد الرحمن اتنطقت على مرتين، يعني مقطعين للكلمة. نفس الفكرة بالنسبة للإنجليش، يعني زي ما أنتوا شايفين لو إحنا قلنا the word green 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 how many letters in the word green، عدد الحروف في كلمة green five. نعم. هم عدد حروف كلمة green five G-R-E-E-N هم خمس حروف. خمس حروف five letters صحيح. خمس حروف. and how many sounds هو كم صوت اتنطق معايا في الكلمة؟ أربعة صوت. yes four sounds sound. because the double e is pronounced one sound. نعم. هو الاي الواحده بس اتنطقت صوت واحد لان هي double e اتنطقت صوت واحد. نعم. فزي ما احنا شايفين. طيب how many syllable على كم مقطع اتنطقت؟ green one. نعم. syllable هو مقطع واحد. صحيح. طبعا عندنا كلمه bread bread من تحت هي كمان. نعم. how many letters five bread letters have yes five letters and how many sounds four sounds. Four sounds. Yeah. The word lesson in the word lesson lesson has six letters وما ست حروف and five sounds because of the letters lesson ته ته is a silent letters here. No. It is silent وبرضو هيبقى في محاضرة عن ال silent letters. No. In some words زي ما احنا شايفين كلمة sex sex has three letters. هي sex فيها ثلاث حروف فقط. ثلاث حروف. How many sounds? Four sounds. والناس بتستغرب ليه الحرف الساء الرابع لأن ال X اتنطقت كس. K and S. نعم. Okay, let's go to the next one. By the way, this is an exercise. لا. احنا ممكن نبقى نرفعه لهم بعد ما نخلص. صحيح. ده exercise أو محتاج إن هو يتحل يعني. نعم. اوكي خلينا نروح ل الانترناشونال فونيتكس الفابت او الاي بي اي. انا مش بوجه الكلام ده للمتخصصين اكتر على قد ما الطلبه بتوعي او اللي بيجي بياخد كورس مثلا او اللي عايز يتعلم انجلش يقول لي هو انا مطالب ان انا احفظ كل السامبلز دي. لا مش مطالب تحفظ كل السامبلز دي بس على الاقل تكون عارف نطقها صحيح. نعم. عشان احنا كمتخصصين كمان نعرف ننطقهم لان كلهم بيتشابهوا بعض زي ما حضرتك عارف على الاقل نحفظ الصوت بكلمه related to the sounds. نعم. لان كلهم هيطلعوا شبه بعض. صحيح. زي ما احنا شايفين هنا دول الـ International Phonetics Alphabet او الـ IDA اللي قدامنا. الناحيه اللي انتم شايفينها دول 12 12 pure vowel sounds. Next one, 8 diphthong, and the next one, 24 consonant sounds. الساكن هما 24 صوت ساكن، 24. وطبعا لو احنا بصينا كويس مش هنلاقي ان الـ Q موجودة، الـ Q مش موجودة، ولا الـ C موجودة، ولا الـ X موجودة. نعم. طيب تفتكروا ليه؟ يعني احنا برضو بنخاطب اللي مش متخصص اللي اول مره بيدخل بيتفرج وعايز يتعلم لغه.
احنا كتبنا الحروف هي حروف اللغه الانجليزيه زي ما حضراتكم شايفينها البي والبي والتي والدي، بس في حروف تانية او رموز تانية دي مش حروف، دي اصوات. لو دورنا على السي مش هنلاقيها، ولو دورنا على الاكس مش هنلاقيها، ولو دورنا على الكيو مش هنلاقيها. طيب ليه؟ طبعا هم برضو عاملين ميوت فمش هيعرفوا يردوا عليا، ممكن نرد بعدين. السي مش موجوده لان السي has two pronunciation. One is as in the word cat، فهي اتنطقت ايه؟ word cat اتنطقت ك، وطبعا احنا شايفين ان الكي موجوده. and in the word cinema هي اتنطقت اس، والاس موجوده. نعم. يبقى هنا انا بتكلم في صوت مش بتكلم في حرف. في صوت الحرف بيخرج ازاي في الكلمه؟ طيب الاكس فين؟ الاكس في كلمه سك ك سكس اتنطقت برضو على مرتين، مره K ومرة S، سك سك، مرة K ومرة S. طب queen، ال Q اتنطقت كوه كوه، K and W، K and W، وال K موجودة وال W موجودة. فعشان كده التلات حروف دول مش موجودين في الأصوات، بس مكانهم في الأصوات بتاعتهم. طيب خلينا ناخد الكلام ده بالتفصيل. نعم. This is the first two fewer vowel. أنا عندي 12 صوت نقي اللي هم إيه؟ زي ما حضراتكم شايفين دول أول صوتين. زي ما إحنا شايفين الصوت بيتحط between brackets، بيبقى بين قوسين، ده transcription symbols. حاجة كمان الصوت محطوط جنبه two column، it means that this sounds is long. الصوت طويل وأنا بنطقه الصوت طويل في مادة شوية، دي الكسرة الطويلة في اللغة الإنجليزية. الصوت الأولاني ده بيقول لي إن this sound is found in the word T، يبقى نطق الصوت إيه؟ نعم بيتنطق. سامعين صوته؟ سامعين. نعم سامعين. تمام، يبقى الصوت اتنطق إي. مظبوط. طيب كسرة طويلة. عندنا مشكلة كبيرة أو مش عارفة كل الناس تعرفها لا، بس لما بنيجي ننطق كلمة سر احنا متعودين ان هي بتنطق سكرت سكرت، اي حد بينطقها سكرت، وانا بسمعها كتير من الطلبة. الاي في كلمة سكرت لونج اي، سيكرت سيكرت نوت سكرت سيكرت لونج اي. فالصوت هنا هو الاي الطويلة، الكسرة الطويلة في اللغة العربية اي. then the word تي، meat، Chinese، Japanese، European. كل ده الصوت فيه E طويل. Yes. وطبعا هنا بيقول لي ان the lips are spread and the sound is long. احنا لو spread لو احنا قلنا E خفايف عريضة شوية. الصوت التاني هما دايما بيجوا جنب بعض الاتنين الاخوات بمعنى اصح. الصوت ده انا برضو عشان احفظها للطلب وفقول لهم ده شبه الحرامي اللي بيخطف منك حاجه ويجري. الاولاني كان بيقول ايه، ده هيقول اه مره واحده اه. هو زي حد خطفني او حد خطف مني حاجه وجري فعلا. الصوت قصير like in the word set f. دول حتى هنا شكل الشفايف نفسه بيقول لي the lips are slightly spread، هي مش زي اللي فوق، اللي فوق كان اي لكن هنا اه حاجه بسيطه. دول اول صوتين معانا. طيب next الصوت اللي عامل كده صوت مستخدم جدا، بس صوت بيطلع في اي حاجه، او الصوت اللي احنا بنقول عليه شوا. الصوت بيقولي found in the word like paper، يبقى الصوت نفسه بيتنطق paper. انا زي ما قلت في الاول كلهم متشابهين، فانا لما بيجي حد بيقولي طب انا احفظهم ازاي، بقول له احنا نفسنا حافظينهم بكلمه، يعني لان كلهم شبه بعض، فاحنا نحفظ كلمه على كل ساوندز. فالصوت هنا بيتنطق زي كلمه over about. وطبعا بيقول لي ده الويك فورمز common in weak verbs in spoken English. الصوت نفسه ده الشوا. النكست ساوند الصوت ده طبعا احنا شايفين ان في تو فاول ستوب او تو كولون موجودين معانا. الصوت از لونج
الصوت ده ومعاه صوتين تاني انا بعتبره الكسرة اللي بيبقى بعديها R في البريتش اكسنت. فالصوت هنا بيتنطق اهو طويل. نعم صحيح. يعني الصوت طويل والصوت ده عمل لنا مشكلة كبيرة. هو هنا طبعا بيقول لي ان الصوت ده اللونج فورم للشوا. الصوت ده بيوجد في كلمات زي كلمة 13. طب هقول لي ما سمعناهوش. By the way الصوت ده لو انتوا فتحتوا الديكشنري على كلمة bird او 13 او كلمة word او كلمة work هتلاقوا ان الصوت موجود هنا وفوقيه محطوط حرف الار صغير من فوق. نعم. ده معناه ان الصوت في الامريكان اكسنت بيتنطق ار موجود. بس هنا لو انا هنطق الصوت ده في كلمة bird بالبريتش اكسنت هتبقى pad. يبقى الصوت اتنطق pad. pad. لو انا هنطقه American accent يبقى heard. heard. وفي نهاية المحاضرة هنشوف فروق بسيطة between pitch and American accent. واحنا بنقول ان في pitch accent we don't have R in pitch accent. عشان كده بيبقى فيه مشكلة كبيرة عندنا احنا مش عارفين. يا نتكلم British او نتكلم American. وللأسف لا بنتكلم British صحيح ولا بنتكلم American صحيح يا دكتور. مظبوط. نخلط بكل شيء. نعم صحيح. الصوت تاني الصوت هنا بيتنطق هو صوت طويل فعلا زي كلمة 13 heard. وعلى فكرة الطلبة هي اللي تحدد عاوز يشتغل بالامريكان اكسنت it's okay. عايز تشتغل بالبريتش اكسنت it's okay. لما بتروح يمتحن ايلتس الايلتس اعتمد فور اكسنت باي ذا واي. هم عندهم البريتش والامريكان والكنديان والاستراليان والانديان اكسنت كمان. نعم. بتبقى فيه حد هيقول لي طب لا انا هستعمل الامريكان اكسنت اتس اوكي بس لازم تكون اوير بالبريتش اكسنت لان بيبقى فيه امتحانات بيبقى فيها كلمات بالطريقه دي فلو ما عرفش الكلمه او ما سمعهاش هيطير منه اجابه السؤال. صحيح. تمام. يبقى الصوت هنا هو اللونج فورم لكلمه شوا او للصوت اللي هو الشوا اللي هو اهو ثاني تمام. صحيح. نيكست وان خلينا نروح للصوت ده الاول. اكيد حضراتكم شايفينه اللي من تحت. نعم. دي الفتحه الطويله. يعني احنا هنسهل برضو زي ما احنا قلنا في الاول احنا بنتكلم لغير المتخصصين فهنحاول نوصل الكلام بابسط ما يمكن. نعم. دي الفتحه الطويله في اللغه الانجليزيه. وفي ار على فكره بعدها. طيب وده من الفروق اللي بين البريتش والامريكان باي ذا واي. يعني لو هنقول زي المصريين كده البريتش ده الصعيدي بقى الجامد الامريكان نحسهم مدلعين شويه. لما اجي انطق صوت زي كلمه كار المفروض ان هي كا كا في البريتش كا ما تنطقتش الار. نعم. كا في الامريكان بتتنطق كار وبياكدوا على كلمه كرييت امريكان ار. كرييت امريكان ار الار بتطلع من هنا من الصوت. نعم. Yeah, this is not a sloppy. This is a standard American accent. صحيح. عندي كلمة fast. الصوت نفسه ال الحنجرة مفخمة مضخمة وهي بتتنطق fast. في الأمريكان هتتنطق هتبقى يعني دلوعة شوية fast. هيبقى تبقى رقيقة شوية. طيب عندنا talk. هو كده نطقه بال British dark لأن الصوت ما فيهوش R. هو طويل dark. في الأمريكان هتبقى dark. dark. طيب الصوت اللي فوقيه بنقول عليه او بنسميه بات ساوند وبيطلع برضو من هنا اخ زي كلمة up cut putter. الصوت اخ بيطلع من هنا. هما طبعا دول محتاجين exercises وانا هقول على applications في نهاية المحاضرة هتبقى موجودة في الباوربوينت وهبعتها لحضرتك application هتساعدهم كتير جدا. طيب الصوت الثاني زي ما حضراتكم شايفينه برضو هو لونج او الضمه الطويله او like in the word you to flu او صوت مفتوح الصوت طويل معايا. الصوت الثاني اللي جنبه هو صوت قصير شويه بنقول عليه زي كلمه good. ف
Oh. الصوت بتنطق oh. Like in the word good wood. الصوتين واحد long والثاني short. الصوت اللي بعد كده. الصوت ده لو انتوا خدتوا بالكم بس معايا الصوت ده اللي فيه نقطتين دي الضمة اللي بيبقى بعديها R. خلينا متفقين احنا خدنا ثلاثة. فتحة بعديها R. ضمة بعديها R. كسرة بعديها R. اللي احنا قلنا اول واحد كان اللي عامل زي الثلاثة وفي نقطتين. الفتحة كانت اللي هو letters A والنقطتين هي A. الصوت الثاني اللي هو O. زي كلمة door. دور لو انا هنطقها فريدش هتبقى زو زو. وهرجع واكرر تاني هي دي المشكله اني لما اجي اسمعها في امتحان او اجي اسمع حد نيتف بيتكلم وبيقول لي زو انا مش عارفه هو بينطق ايه. هو انا كده في مس اندرستاندنج للكلمه نفسها. فلازم ابقى اوير بالصوت نفسه. انا مش عاوز ان انا احفظه ده غير المتخصص. انا ما يهمنيش ان انا احفظه. انا يهمني بس اكون عارف هو الصوت ده معناه ايه. فالصوت الاولاني اللي هو او بيتنطق دو فو مو. لو هو هيتنطق امريكان هتبقى دور فور مور. لا الصوت نيكست وان. اوكي النيكست وان ده شورت او. طبعا احنا قلنا او من الصبح 3 4 مرات طبعا. بس هو الفرق more slightly يعني خفيف جدا بين كل صوت والتاني. عشان كده بقول لازم نحفظ على كل صوت كلمة. نعم. لازم على كل صوت كلمة لان احنا هنتلخبط. No way هنتلخبط. صحيح. فالصوت هنا عندي كلمة hot. hot. وعلى فكرة برضو هكرر تاني في نهاية المحاضرة هتلاقوا اني الصوت ده مختلف في الامريكان اكسنت. يعني البريتش بيقولوا عليه hot. مضمون. الامريكان بيفتحوه شوية. hot. البريتش بيقولوا hot. اكرر تاني hot. الامريكان بينطقوه hot. عندنا طبعا كلمة clock. clock and what. clock and what. لا. ده نفس الصوت. احنا ما رحناش لسه بعيد يعني. اوكي. another two of the vowel. عندنا هنا الصوت ده. In the word cat, اهو صوت عامل زي حرف الـ A ولازق فيه حرف الـ E كمان. اهو زي cat. ماشي cat. نجيبه تاني طيب. لا. الصوت like in the word cat, man, apple, ram. Yes. Apple. الصوت الأولاني أول حاجة طلعت apple. apple. Next one هو شبه حرف الاي كده بس بيتنطق ازاي؟ as in the word tell, when, left, wet. ده short sounds. ده كلها اصوات قصيرة. نعم. طبعا كل الناس هتقول لي طب احنا هنستفاد ايه من كل اللي انت بتقوليه ده؟ في اصوات فيها مشكلة في نطقها لازم انطقها صح سواء هنطقها بريتش ولا هنطقها امريكان. زي مثلا لو انا عندي كلمه زي كلمه عالم يعني ان شاء الله هناخدها في محاضره ثانيه وهنتكلم على النقطه دي. عندي كلمه عالم اللي كلنا عارفين معناها او بننطقها وورلد يعني as for my students by the way انا ما بقولش ان كل الناس بتنطقها غلط بس انا كل اللي بقابله بينطقها وورلد ونطق كلمة وورلد غير صحيح تماما. مفيش حاجة اسمها وورلد يا دكتور. لو هننطقها بريتش فالاو ار هتتنطق وولد كده نطقها بالبريتش وولد. مفيش ار هو الصوت اهو وولد. طب لو انا عايز انطقها امريكان المفروض ان الدبليو او ار اني كونسونانت ساوندز دي رول تانية. لو انا عندي كونسونانت ساوندز فصلنا بينهم بصوت زي الاو ما ينفعش اقول وور او اقول وورد او اقول ورك. بشيل الاو خالص من النص كانها مش موجوده فبقول ورك ورك او بقول وورد مش بقول ورك. ورك غلط تماما. لو انا هنطقها امريكان انا هكرر تاني
حد هيقول لي طب انا هنطقها بريدش اتس اوكي هتبقى ازاي وات دي اللي معنى كلمه كلمه وات طيب هقول شغل هتتنطق واك ما خلاص انا هنطقها بريدش كده طب لا البريدش صعب انا هنطقها امريكان يبقى انطقها صح هتتنطق ورك ورك دبليو ار على طول هنشيل كان الاو مش موجوده تماما ونفس الرول في كلمه زي كلمه مثلا عاوز يعمل اتصال بالانترنت احنا بنقول كونكشن كونكشن دي كارثه او بنقول كومنت وبرده كومنت كلمه غير صحيحه انا عندي في كلمه كونكشن سي او ان ان المفروض ان في او في النص امتت تتحذف يبقى المفروض تتنطق كونكشن نوت كونكشن كونكشن زي كلمه كومبليت اتس نوت كومبليت كومبليت كم كم على طول انا بسمعها كومبليت نعم طبعا ناس كتير بتقف نفسي صحيح نعم نعم احنا بنحب نضخم في الاصوات هيك طبيعتنا كلتشر احنا نضخم في الاصوات بس نضخمها صحيحه يا دكتور المشكله اني ده في امتحان زي الالس بيتحاسب عليه درجات يعني لما بيدخل امتحان الالس السبيكنج سيشن عليه 9 درجات فالبرونسيشن ده عليه سكور فبينقصه فعشان كده احنا بنتكلم في فكره الفونيتكس ننطق صح لان احنا ايفن حتى النطق بتوين بي هاند ب البي تقيله والبي خفيفه وهتيجي بعد شويه دي فيها مشكله فخلينا نرجع تاني يعني الناس برضو هتقولي هنستفاد ايه من ده هنستفاد ايه ان احنا هندرس صوتيات انا ما بقولش نحفظ الاصوات دي بالنص انا بس عايز اعرف مخارج نطق الصوت اكيد النطق الصح اكيد اللفظ الصحيح والسليم نعم صحيح الصحيح فقط لان انا مش بكلم متخصص نعم. يعني على الاقل والله حتى البنات اللي قاعده في البيت لما بتيجي تذاكر لاولادها الموضوع صعب دلوقتي احنا بنلاقي مناهج صعبه فمش نعم. عارفين يذاكروا لهم يعني الصغيرين بينطقوا احسن من الكبار فدي مشكله فنرجع تاني ما انتوش بس احنا خلصنا كده ال 12 صوت البيور فاول طيب ايه هما الديفثونج بقى بيقول ان الديفثونج دول كومبينيشن اوف بيور فاول زي ما حضراتكم شايفين هو صوت سنجل او بيور معاه صوت تاني اتنين اصحاب اتسحبوا على بعض فمشوا مع بعض مفيش مشكله عملوا صوت تاني خالص الاصوات دي سهله مفيش فيها مشكله انا عندي اول صوت بيتنطق اي اي الصوت نفسه نطقه اي طبعا هو بيقول لي هو عباره عن الكومبينيشن للصوت الاولاني مع الاي كلهم هم اتنطق الصوت اي لايك ان ذا وورد تاي باي هايت نايت طيب الصوت اللي بعد كده هيتنطق اي انا ممكن اكون مش عارفه الصوت بس اجيب الكلمه هتعرفني نطقه لو انا قلت واي يبقى الصوت كان ايه اي بيد جيت الصوت نفسه طيب الصوت الثاني طبعا ده اوي اهو اوي اوي like in the word boy coin koi الصوت اللي بعد كده yeah. اه هكرر الصوت ده والصوت اللي تحته لو احنا فتحنا الديكشنري هنلاقي ان الترانسكريبشن لاي من الكلمات دول الصوت ده في نهايه الكلمه وهنلاقي حرف الار من فوق بعلامه بسيطه جدا ده معناه ان الصوت منطوق في الامريكان اكسنت مش موجود يعني الصوت موجود بس فيه الار موجوده يعني انا عايز انطق الكلمه بتاع الاولانيه وير في الامريكان انا نطقتها وير في البريتش وير مفيش ار احنا اتفقنا على كده وير طيب الكلمه اللي بعدها هير ده في البريتش هير طب في الامريكان هير الار موجوده اللي بعدها كير في الامريكان كير يبقى الصوت موجود طيب الصوت الثاني هير ايه ده اخف شويه من اللي فوق بس ده مكسور خلينا نقول اللي فوق مفتوح واللي تحت مكسور احنا عندنا هير هير لو احنا خدنا بالنا الكلمه اللي في النص متشابهين اهو اللي فوق هير اللي هي هير اللي هي شعر واللي تحت هي اللي هو هنا فالصوت اللي فوق مفتوح والصوت اللي تحت مكسور دول الثمانيه
pure diphthong. دول الثمان أصوات بتاعة الديفثونج. بيقول لي إن الفونيتكس كمان قسم لي الأصوات دي أو الكونسوننت بيتقسمين لتو تايبس. Whether it is a voiced sound or a voiceless sound. يعني إيه voiced sound؟ يعني إيه voiceless sound؟ بيقول لي إن voiced sound is one in which the vocal cords vibrate. في حركة في ال... الأحبال الصوتية. فده صوت منطوق بنقول عليه بيعمل حركة هو طالع بيعمل اهتزاز أو. طيب الفويسلس هو صوت مفهوش أي حركة في الأحبال الصوتية. طب هو دي بتسبب مشكلة مثلا يعني ولا بتسبب مشكلة سي حاجة بسيطة جدا. أنا بدي مثال برضو احنا عندنا الكح والبه البي التقيلة والبي الخفيفة. لو أنا عندي كلمة زي كلمة دولاب كلنا عارفينها إن هي كب وبورد كب وبورد. لما انا بتكلم على ناس انا شفتهم حقيقه لما بييجوا ينطقوها كابورد هو نطقها منفصله هي كلمه واحده على فكره. نعم كابورد البي وبعديها بي. طب هي نطقها صحيح ايه؟ هي نطقها صحيح كابورد.